عقد الرئيس الصيني وقادة ومسؤولون من دول جزر الباسيفيك اجتماعا يوم الجمعة في بورت موسبي، حيث تبادلوا وجهات النظر حول تعميق العلاقات والتفقه على ترقية مستوى العلاقات لشراكة استراتيجية شاملة. وقال سي إن الصين تتبنى مبدأ المساواة بين جميع الدول بغض النظر عن أحجامها، وتحترم حقوق شعوب دول جزر الباسيفيك في اختيار طرق التنمية الخاصة بها. كما تحترم الصين جهود تلك الدول في تحقيق التنمية الذاتية الموحدة والمشاركة المتساوية في الشؤون الإقليمية والدولية. ومن جانبه قال قادة دول جزر الباسيفيك إن دولهم تثمن كثيرا علاقاتها الوثيقة مع الصين، وأشهد بالدور الرائد الذي تطلع به الصين في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة قضية التغيير المناخي. وأكدوا أن بلدانهم على استعداد لتعزيز التبادلات والتنسيق مع الصين في شؤون متعددة الأطراف.